وافق كل من الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما وزوجته ميشيل على توقيع عقد لنشر كتابين مع دار بنجوين راندوم هاوس وافصح الرئيس التنفيذي لدار النشر ان شركته اشترت الحقوق عالميا لنشر الكتابين من جهته قال اوباما وزوجته انهما سوف يتبرعان بجزء من العائدات للمنظمات الخيريه ومنها مؤسسه اوباما هذا ولم تؤكد المتحدث باسم دار النشر ما اذا كان الكتابان سوف يمثلان سيرة ذاتية لأوباما وزوجته فيما رجح مسؤولون في قطاع النشر ان تصل قيمة الاتفاق الي عشرات الملايين من الدولارات